بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. يسر قناة تناقل التعليم على اليوتيوب أن تستقبل محاضراتكم سلسلة الشروحات المتميزة، بناء على طلب الأصدقاء بنهديكم مهارة جديدة، وهي كيفية إزالة أي إشعار أو لوجو لأي فيديو عن طريق استخدام برنامج ريموف لوجو ناو. بنهدي لحضراتكم هذا البرنامج مع التفعيل أو سيريال نمبر للاستفادة منه مدى الحياة. إذا محاضرة اليوم مخصصة لتحميل وتفعيل هذا البرنامج. دائما وابدا بنسعد بآرائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة طارق على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarqnagar أو المواقع المدونات التي نشرف عليها. أسفل هذا الفيديو سوف تجدون رابط للدخول إلى موقع مدونة روابط التعليم الإلكتروني لتحميل هذا البرنامج وتفعيله. تعالوا بينا ننتقل للجزء العملي. بداية عندنا فيديو هنتفرج عليه، هنلاحظ عايز انه موجود عليه شعار القناة اللي قامت بتسجيله. نشوفه كده مع بعض. هذا هو الشعار اللي هي دريم تي في. هذا هو الشعار. من خلال محاضرة اليوم او فيديو اليوم مطلوب ازالة هذا الشعار، او اذا كانت في جملة نقوم بازالتها نقوم بالاغلاق. قلنا اسفل هذا الفيديو سوف تجدون رابط، هذا الرابط عند الضغط عليه يقوم بالدخول الى مدونة بوابة التعليم الالكتروني. خلال بوابة التعليم الالكتروني والتعرف على امكانيات البرنامج هتضغط على تحميل البرنامج، كليك يمين اهوت عندك رابطين، كل رابط بيفتح في موقع. احد الروابط يفتح في موقع اديوم لتحميل البرنامج بالسيريال نمبر، والرابط الاخر الى ادفلاي لتحميل البرنامج. اختار اي منهم او اختار الاثنين وانتظر الى ان يتم التحميل. هنبدأ نذهب إلى أي منهما، ننتظر أن يتم التحميل. ظهر الموقع بتاع الأديوم، هننتظر شوية بيبدأ يعد دي 5 4 3 2 1، بعد ذلك تضغط على اسكيب اد. نفس الوضع بالنسبة للأدفلاي، هيبدأ يعد وصل بالفعل إلى 0، اضغط على أي واحد فيهم أهو. نبدأ نضغط على تخطي الإعلانات، هيقوم بنقلنا إلى موقع آخر وهو الموقع الذي يحتوي على البرنامج اسمه ميديا وان فاير. هذا هو الموقع. تبدأ تظهر الكباتشة على هذا النحو. إذا كانت الكباتشة صعبة هنا اهوت لما ضغطت ظهرت لي نفذ دعاية وإعلان قمت بالإغلاق. لو إن الكباتشة صعبة عليك اضغط على تغيير الكباتشة على هذا النحو، أو قم بسماعها باللغة الإنجليزية. ثم بعد ذلك هنكتب الكباتشة باللغة الإنجليزية من حسن الحظ إنها كانت سهلة، اللي هي توب 10 اهوت. ثم بعد ذلك أضغط على كرييت داونلود لينك وانتظر. في ملاحظة مهمة جدا لازم اشير اليها واوضحها، ان انا قمت بايقاف تشغيل برنامج الحماية الموجود على الجهاز. يا شباب قوم بايقاف تشغيل برنامج الحماية ايا كان، ايقاف مؤقت. بعد ذلك تظهر هذه النافذة. من خلال هذه النافذة لا تضغط على اي شيء غير اللي انا هقول عليه بس. في هنا اهوت ادي مستطيل محفوف اهوت، جواه في زر باللون الازرق اسمه داونلود، هو ده اللي هيستخدم في تحميل البرنامج بالسيريال نمبر الخاص بيه. بينما هذا الزر نافذه دعايه واعلان، هذه العباره نافذه دعايه واعلان، دي دعايه واعلان. اذا انت هتضغط على داونلود دهيت وهتنتظر الى ان يتم التحميل. اذا كنت منزل برنامج انترنت داونلود مانجر هيتم التحميل من خلاله، اذا كنت منزل برنامج الايجل جيت هيتم التحميل من خلاله، اذا ما كانش في اي برنامج لزياده سرعه التحميل هيتم التنزيل في مجلد الداون لودز. الكلام ده في جوجل كروم او في الفايرفوكس هتظهر في النافذه في الاعلى. انا من خلال ايجل جيت هتبدا تظهر اهو، واحدد المكان على سطح المكتب، انا حددته على سطح المكتب من هذا السهم، ثم اضغط على اوكي وانتظر الى ان يتم التحميل. تعالوا بينا نشوف كده بعد انتهاء التحميل. انتهى بالفعل من التحميل. هذا هو الملف المضغوط، اضغط كليك يمين عليه ثم اختار اكستراكت هير لفك الضغط. ننتظر ان يقوم بفك الضغط، هيقوم بفكه في مجلد. المجلد ده عند فتحه يحتوي على ملفين، ملف يحتوي على البرنامج وملف يحتوي على السيريال نمبر. اقوم بفتح الملف الذي يحتوي على السيريال نمبر على هذا النحو يكون مفتوح قدامي، ثم اضغط على البرنامج للتسطيب، والتسطيب بتاعه بالطريقه المعتاده اللي هي نيكست نيكست اهوت. هضغط الاول يس، ثم بعد ذلك هضغط اوكي، ثم بعد ذلك نيكست، ثم نيكست. مساحه الملف صغيره، هسمح له بانشاء ايقونه سواء في الستارت منيو او في سطح المكتب اهوت. ثم بعد ذلك هضغط على انستول وانتظر الى ان ينتهي من عمليه انستوليشن، عمليه التركيب او التسطيب على الجهاز، ثم اقوم بتفعيله للاستفاده منه عن طريق السيريال نمبر اللي احنا قمنا بفتحه. هنقوم اهو بتشغيله اهوت، هقوم بقفل ديت.
ثم احنا فتحنا مع بعض الملف النص الذي يحتوي على السيريال نمبر، اقوم بنسخ السيريال نمبر الخاص بي لتفعيله مدى الحياة، ثم بعد ذلك اذهب الى الهلب، ومن الهلب هنضغط على امر اسمه ريجستر، ومن ريجستر تظهر هذه النافذة، اضغط كليك يمين ثم بيست ثم اوكي، وننتظر فتظهر رسالة ان تم التفعيل ثانك يو فور ريجستريشن. هقول له اوكي. ديت الخطوة الاولانية اللي هي التحميل والتفعيل. الخطوة اللي بعد ذلك هي ازالة الشعار الموجود، هضغط على اد فايل، من اد فايل هنبدأ نختار الملف المراد ازالة الشعار او اللوجو الموجود عليه اهوت اللي هي الاغنية ديت، ثم اقول له اوبن لاضافتها. تم اضافة الاغنية على هذا النحو، ادي الشعار موجود. هضغط على عملية اللي هي التحديد، التحديد او الماركر اي واحدة، وانت ضغطت على التحديد هتحدد الجزء المراد حذفه، شعار مراد حذفه. لو ضغطت على الماركر هيديك زي قلم تقدر تحكم في المتوسط بتاعه ده اهوت. وهنبدا في تحديد الشعار على هذا النحو. يا ريت نركز كده، ادي الشعار انا قمت بتحديده اهوت تمام. ثم بعد ذلك اضغط على ستارت، ومن ستارت بختار شكل التحديد ومكان الاخراج. مكان الاخراج هضغط على براوز، وليكن الاخراج على سطح المكتب اهوت، اقول له اوكي. ثم طريقة ازالة الشعار او اللوجو خليها بلور بدل خليها الاختيار الثاني، ثم اضغط ستارت. هيقول لي هنقوم بتغيير، هقول له لا اعمل لي رينيم بحيث انك تسميه اسم اخر، وننتظر. في الاسفل هتتم عملية الريندرينج او عملية الاخراج او عملية ازالة الشعار، من اسفل بتبدأ تتحرك اهي يا شباب. ديت متوقفة على حجم ومساحة الفيديو الموجود، ننتظر الى ان ينتهي منها، تاخد ثواني او دقايق حسب الحجم والمساحة، ننتظر. وزي ما احنا شايفين اقترب بالفعل وظهرت رسالة finishing do you want to open ديستنيشن. لو انت عايز تفتح اقول له اوكي، لو مش عايز قول له نو. انا افضل انك تقول يس. تعالوا بينا بعد فتح المجلد الموجود على سطح المكتب هنبدا نبحث عنه الى ان نجده، ونقوم بعمليه التشغيل مع بعض. هنبدا نشوف اني واحده فيهم هي اللي تحتوي. هنلاحظ الرقم واحد ده هي، اختار الاسم بس هنضغط عليها، ونشوف هل الشعار موجود ولا لا، ونشوف اللي قبل التنفيذ الشعار موجود ولا لا. نشوف كده مع حضراتكم. نلاحظ ان تم فعلا ازالة الجزء الذي تم تحديده على هذا النحو اهوت. كان المفترض ان انا اكمل. طيب تعالوا بينا، لو احنا شفنا اللي هي مع الشعار، نشوفها كده مع بعض. نشوف كده مع بعض، هتلاحظوا ان الشعار هو ادي دريم تي في كاملة اهيت يا شباب، هنا كاملة. بينما بعد ما نفذت البرنامج اهوت، اوريها لحضراتكم مرة اخرى، تم ازالة جزء كبير من هذا الشعار او من هذا اللوجو. هقوم بالاغلاق، هقوم بالاغلاق على هذا النحو. سعيد بكم، انا طارق النجار من قناة طارق النجار التعليمية، اتمنى اكون وفقت في شرح هذه المهارة الخاصة، وهي ازالة اي شعار او لوجو او كلمة موجودة على الفيديو بطريقة سهلة من خلال برنامج ريموف لوجو ناو. والبرنامج ده هتجدوا رابط التحميل الخاص بيه اسفل هذا الفيديو. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.